معي من القاهرة نبيل عبد الحفيظ ماجد، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد نبيل. أنتم كوزارة حقوق الإنسان تنسقون بهذا الإطار، ومقارنة بهذا الرقم المخيف الذي أورده التقرير، نتحدث عن 17.8 مليون غير قادرين على تأمين حتى احتياجاتهم الغذائية. هل من وعود بهذا الإطار على الأقل صدى للنداءات؟ حتى لو لم يكن كافيا لكل الرقم، يعني تفضل. بداية مساء الخير لكم جميعا وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. الأرقام التي عرضتموها هي نتاج وانعكاس لحالة الحرب ولحالة الأزمة الموجودة اليوم. الشعب اليمني يعاني بشكل أكبر، وتصبح المعاناة متراكمة يوما بعد يوم. الإشكالية الأكبر اليوم ليست فقط في هذه الأرقام، ولكن في استمرارية المصدر الرئيسي لهذه المشكلة ولهذه الحالة، وهي الميليشيات الإيرانية اليمنية الحوثية التي توجد على الأرض اليمنية، والتي أكلت الأخضر واليابس وأوصلت الشعب اليمني إلى حالة عجيبة من الفقر والمجاعة، حيث تعدى مستوى الفقر 86% من عدد السكان. صحيح، وكما قلت ما زالت الحرب ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية، وما زالت قوات التحالف تصدها وتقدم تقدما يوما بعد يوم. ولكن بالشق الإنساني، هل نتحدث عن أي تنسيق مع المنظمات الإنسانية بعيدا عن الميدان؟ ماذا يحدث؟ الحكومة اليمنية تسعى دوما إلى التواصل مع المنظمات الدولية و دول العالم الصديقة لليمن من أجل تقديم المساعدات. ولعل الجهة الرئيسية الأساسية اليوم في اليمن للدعم هي المملكة العربية السعودية والإمارات، التي قدمت أرقام كبيرة للمساعدات. كان آخرها اجتماع وزراء خارجية دول التحالف العربي والدول الداعمة لليمن، أو ما يسمى بالدول 18. وفي هذا الاجتماع تم إقرار مليار ونصف المليار كمساعدات إنسانية لليمن في الأشهر القادمة. هذه العملية المستمرة من اللقاءات مع الجهات الدولية هي ما تعطي نوعا من التدفق لبعض الجهات، لبعض التموينات الغذائية والإنسانية والطبية لليمنيين، وهي التي على الأقل تخفف من هذه المعاناة جزئيا، يعني من أجل محاولة الحفاظ على حياة اليمنيين. هل من مؤتمرات تعقد بهذا الإطار سيد نبيل؟ يعني بالمفروض من المتوقع في اجتماعات ترعاها الأمم المتحدة، مفاوضات قادمة، هل سيكون من ضمن الملفات التي ستطرح في هكذا مفاوضات الوضع الإنساني، أم سيقتصر الموضوع على شق سياسي والذي طبعا نشهد انعكاساته على الأرض؟ تفضل. لدينا عدد من المؤتمرات الدولية التي تقام بهذا الخصوص، من ضمنها مثلا أو على سبيل الذكر، يعني لدينا الآن في الشهر المقبل اجتماع مجلس حقوق الإنسان الدورة 37 في جنيف، وفي هذا الشأن طبعا سيتم عرض الواقع الحقوقي والإنساني لليمن من خلال التقارير التي ستقدمه الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقرير شفوي للجنة الخبراء الداعمة للجنة الوطنية لرصد الانتهاكات. وبالإضافة إلى ذلك هناك عدد من الجهات المدنية التي تقدم تقارير في هذا المجلس، وهذه التقارير تنعكس على اجتماعات الدول في الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفي مجلس الأمن للدعوة لأصدقاء اليمن للوقوف في كل فترة مع الجانب اليمني، مثل ما يسمى بمؤتمر أصدقاء اليمن الذي أقيم في العام الماضي والذي أثمر عن مليار ومئة مليون دولار كدعم لليمن. أنا أشكرك. من القاهرة سيد نبيل عبد الحفيظ ماجد، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية.